نحن من سلطنة عمان حضرنا إلى هذا المستشفى، مستشفى سنار الدولي. طبعا مستشفى في الحقيقة راقي باستقباله، متميز بالكادر الطبي والكادر التمريض وكذلك العناية التي حصلنا عليها في هذا المستشفى. في الحقيقة يثنى عليهم ويشكروا على العناية الراقية. حضرنا الوالدة لعملية في العمود الفقري مع الدكتور هارينا راين، دكتور مبدع ومتميز، متقن، إنسان خلوق، يعني متقن لمهنته. في الحقيقة يشار إليه بالبنان في الجانب الطبي، وما شاء الله الحضور كبير من كثير من الدول في هذا المستشفى، ووجدنا الراحة والاطمئنان، والحمد لله العملية كانت ناجحة، والعناية من في النظافة، في التمريض، في الدواء، في العلاج، الحمد لله يشكر عليه.